السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اولا كنعتذر على هذا الانقطاع الطويل، وان شاء الله غادي نحاول نكون متواجده اكثر في اليوتيوب. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوه بالمشماش والفاني، سبق لي حضرتها لكم نكهات اخرى وكتجي رائعه بهذه النكهه، كنتمنى انها تنال اعجابكم. خليكم دابا تاخذوا المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. اذا في المقادير غادي نحتاجو، عندي هنا 50 غرام ديال المشمش المجفف غسلته وقطعته مكعبات، جوج الساشيات الفاني، معلقه كبيره ديال زبده العبار تكون بحراره المطبخ، ربعه ديال اللوز البلدي او الريفي كنحيد له القشره وكنشفو مزيان، 100 غرام ديال السكر سنيده تقريبا كاس عنب لاروب، معلقه كبيره ديال الجلوكوز او معلقه كبيره ديال مربى المشمش الخاص بالحلويات، واخيرا معلقه كبيره ديال ما زهر. اذا نبدا على بركه الله. كيف ما قلت لكم عندي هنا ربعه ديال اللوز البلدي او الريفي، كنرميه جوج دقائق في الماء المغلي وكنحيد ليه القشره كنشفو مزيان وكنستعملو مباشره، يعني ما كنبيتوهش. غادي ناخدو غادي نطحنو طحنه اوليه، كيف ما كتشوفوا ما طحنتوش بزاف تقريبا بحال مهرمش. دابا غادي نضيف عليه سكر سنيده والفاني وغادي نخلطهم مزيان مع بعضهم. من بعد ما خلطت سنيده مع بودره اللوز غادي نطحنهم مزيان هاد الخطره، يعني غادي نطحن ونعاود، وانا كنقلب بالمعلقه مره حتى كنحصل على واحد العجين اللي بحال العقده، يعني ما كيبقاش يتفرست بزاف كيولي كيتجمع. كيف ما كتشوفوا دابا كنقلب بالمعلقه وغادي نعاود نطحن حتى كيبدا يطلق ليا اللوز الدسم ديالو. هيا دابا من بعد ما طحنتها مزيان ولات كتجمع، كيف ما كتشوفوا كنجمعها هكا في اليد. دابا غادي نعاود نقلب بالمعلقه حيت الخليط كيبقى في القاع ديال الطحانه، وغادي نضيف القطع ديال المشمش ونطحنهم مع بعضهم مزيان. في الاخير خاصنا نحصلوا على واحد العقده اللي كتكون بحال هكا برتقاليه شيئا ما، خليط ما بين المشمش واللوز، وخاصها تكون معلكه. غادي نحاول نقرب لكم باش تشوفوا مزيان، خاصها تكون بحال هكا وكتجمع. وغادي نستمروا بنفس الطريقه حتى كنطحنوا اللوز كامل مع المشمش. في الاخير غادي نحصلوا على هذه الكميه ديال العقده، وغادي نضيفوا عليها معلقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ او مذوبه وبارده، معلقه كبيره ديال الجلوكوز او مربى المشمش اللي خاص بالحلويات، ومعلقه كبيره ديال ما زهر. وغادي نخلطوا هادشي مزيان مع بعضه غير بالاصابع كي تنديروا مع الصابلي، يعني ما كنستعملوش راحه اليد. ما غاديش نحبس التصوير باش تشوفوا كيفاش كنخلط، وكذلك باش تشوفوا انها كتجي معلكه بدون اي اضافات اخرى. ها هي دابا العقده تجمعات، كيف ما كتشوفوا كتكون معلكه بحال هكا. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. عندي هنا العقده اللي صوبت، ممكن تكونوا حضرتوها ليله قبل او يومين قبل، تحطوها في الثلاجه عاديه ماشي مشكل. عندي كذلك لوز مهرمش ومحمر نص طيبه، يعني ما محمرش 100% غير مذهب، واخيرا شويه بياض البيض. غادي ناخذ العقده ونقسمها لثلاثه الكرات، كناخذ كره من العجين وكنحربلها، ومن بعد ما حربلتها كندهنها مزيان ببياض البيض من جميع الجوانب وكنحطها على جنب، كنمسح طاوله العمل وكنستمر بنفس الطريقه لباقي الكرات. دابا عندي ثلاثه الحرابل اللي مدهونين ببياض البيض، كيكونوا نشفو شي شويه باش يشد ليا فيهم اللوز مزيان. غادي نرش اللوز على طاوله العمل ونحط عليه لي بودان ديالي. من بعد ما شدت فيه اللوز مزيان كناخذ اداه بحال العود او مغرفه
وكنورك بها وسط من الحربل باش كندير بحال الطريق، يعني كنضغط مزيان. دابا من بعد ما قديتهم الثلاثه غادي ندخلهم الفران يكون مسخن على 160 درجه اللي هي حراره منخفضه، الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت لمده 12 دقيقه حتى يوليو محمرين شي شويه. اللي عند الفران ديال الغاز تشعل عليهم من التحت وتكمل لهم طياب من الفوق. نمروا دابا للتزيين. غادي خصنا 150 غرام ديال المشمش المجفف، غير غسلته وقطعته مكعبات، 100 غرام ديال سكر سنيده تقريبا كاس عن بلاروب، و100 مليلتر ديال الماء تقريبا كاس عن بلاروب كذلك، جوج الساشيات ديال الفاني، واخيرا 60 غرام ديال الشكلاط الابيض تقريبا 6 المربعات ديال الشكلاط حكيتهم في الحكاكه الغليظه. كندير مشمش في كاسرونه وكنضيف عليه الفاني والسكر سنيده والماء، وكنديرو يطيب على عافيه متوسطه حتى المهيله حتى كيطيب داك المشمش وكيزول منه الماء. ها هو دابا المشمش طاب، وكي تلاحظوا ملي كندوز المعلقه ما كيبقاش يبان ليا الماء في القاع ديال الكاسرونه. دابا غادي نزولو من فوق العافيه وغادي نطحنو مزيان وهو بنزل سخون. خاص تردوا البال لانه كيكون جد ساخن. ها هو دابا طحنته مزيان، غادي نضيف عليه الشكلاط وغادي نزيد نطحن. دابا غادي يبان لكم بحال اللون ديالو فاتح، ولكن منين غادي يبرد غادي يتغمق. هاد الخليط ديال المشمش خاصنا نخدمو به وهو مازال سخون، يعني ما خاصناش نخليوه يبرد حيت كيكرم. غادي نديروه في جيب الحلواني وهو مازال سائل، وغادي نشكلوه به فوق من الحلوى. دابا من بعد ما درت الخطوط فوق من الحلوى غادي نخليهم يبردوا تقريبا واحد ساعه عاد نقطعها. دابا من بعد ما بردات وقصحت الحلوى كناخذ واحد السكين اللي تيكون حاد او ترونشوار وكندهنوا بالزيت، وكنقطع الحلوى تكون شويه مائله، كنعبر العرض ديال الموس وكنعاود نقطع. من بعد ما كتقطعوها وكديروها في كويخطات خليوها واحد ساعتين فوق سطح العمل حتى كتنشف 100%، عاد تقدروا ديروا وحده فوق من الاخرى في شي تبصيل. واذا كنتو زربانين فممكن قبل ما تقطعوا الحلوى تدهنوا المشمش بشويه ديال الزيت عاد تقطعوها، هكذا كتقدروا تستفوها في التبصيل مباشره، ولكن انا كنفضل تخليوها تنشف كما قلت لكم. وفي الاخير غادي تحصلوا على هاد الكميه تقريبا 54 حبه او اكثر، وهاد الحلوه كتجي معلكه ورائعه وكتبقى مده طويله. غير حطوها في الثلاجه في علبه تكون محكمه الاغلاق. وهكذا كنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان هاد الوصفه تكون نال اعجابكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر، وبالصحه والراحه.